اخذنا السيرور ما خدناش كتير صحيح، لكن الموضوع مهم جدا وصعب دسم، عشان كده حتى انا قلت احنا لسه برضه ايه بنلين يعني، فمفيش داعي اضغط عليك. فيا دوبك خدنا السيرور، تعالى نراجع كده خدنا فيه ايه. خدنا فيه انه طبعا بيسراوند السيتوبلازم ميمبرين، لكن في كلمه سر مهمه جدا، ها كلمه ريجيريتي، دي كلمه السر. فبنسال روحنا سؤال، هو ليه ريجيد وايه اثر الريجيد ده؟ فطلع ان الريجيد ده انه بيحتوي على خامه مهمه جدا سميناها البيبتايدوجلايكان. طب مما تتركب البيبتايدوجلايكان؟ الثلاث خامات ان اسيتايل جلوكوزامين، ان اسيتايل يوراميك اسيد، ان تترابيبتايد سايت شين. بس دي المعلومات اللي عايزينها لحد دلوقتي. طيب كنا اخدنا امبارح سابقه الجرام وخدنا التفاصيل. الاستاذ اللي اسمه جرام استخدم نوع خاص او طريقه خاصه تسمى البكتيريا، فطرح عنده ان البكتيريا ممكن نقسمها لمجموعتين تقريبا. مجموعه سماها جرام بوزيتيف. هو الفكرة برضه عشان ما حضرش الفكرة انه بيستخدم سبب في اي اورجانيزم فوق السبب، فبيعتبرها سبب ان هو بيأكواير اللون ده صح؟ وبعدين بيحاول يشيل السبب، يقوم البعض يوافق ويشيل السبب والبعض يقاوم ويحتفظ بالسبب. طب اللي قاوم يحتفظ بالسبب دي يبقى معاهم يشيلوا سبب تانية. بس هياخد هاتف. اللي بيقاوم ويحتفظ بالسبب ومش هياخد التانية يبقى هيطلع تاخد لونه ايه؟ اللون الاولاني. طيب واللي هيحصل له ديكادرايزيشن ويف من السبغه الاولانيه، اهلا وسهلا ياخد السبغه الجديده. شفت قد ايه الفكره بسيطه؟ سبغتين بينهم محاوله لازاله اللون، فاللي هيحتفظ باللون الاولاني ويقاوم الديكادرايزيشن هيبقى كانه ايجابي، يعني قبل السبغه ويحارب عشان يحتفظ بيها فيسميه جرام بوزيتيف. لكن اللي ياخد سبغه ويفقدها وياخد الثانيه هتقول عليه سلبي، جرام نيجاتيف صح؟ جه فكر هو ليه البكتيريا مختلفة في الأفينيتي بتاعتها أو في الرياكشن بتاعها للسبغة، قوم اتضح إن في فرق في تركيبة السيلول. فعشان كده رحنا خدنا تفصيلة تركيبة الجرام بوزيتيف سيلول. فاكرين؟ سيلول من غير الرسمة ومن غير التعليق معمولة من كام خامة؟ يعني في كام كومبوننت داخلين في تركيب السيلول بتاع الجرام بوزيتيف بكتيريا؟ 50 اسمهم ايه يا ولاد؟ واحد بيبتدوا ده ضروري عشان درسناه وعرفنا ان ده سيلول. طيب هنا البيبتايد كان يظهر له كاركترستكس خاصه بيه؟ نعم كتير، 40 شيخ 40 لير. وايه تاني؟ ويمثل نص الكومبوننتس، نص الثيكنس اللي داخله في تركيب السيمول. جميل؟ طيب يا ترى في خامه ثانيه مع البيبتايد جلايكان؟ نعم في كوينت اسيد. مبدئيا اللي صعب عليه الكيمياء صعب عليه كلمة ريبيتول وإيه الريبيتول ده مش مشكلة، يقول جليسرول فوسفيت معمول من بوليمر اسمه جليسرول فوسفيت. على فكرة احنا بنحاول نسهل جدا، هو المنهج بتاعنا هو اللي دسم، لكن احنا والله يعني على عكس ما بيشاع احنا بنحاول نسهل نيسر. اهو مش عاجباك يا عم ريبيتول سيت، التيكويك اسيد عبارة عن جليسرول فوسفيت وبيمثل جزء كبير من السيل وول، ده حتى عامل فايبرز والفايبرز اكستينجينج بره، فهتبقى اوتر بوست لاير، فهتبقى هتعمل انجن سيرفيس انجن. يعني ايه انجن اللي ما استوعبش المره اللي فاتت؟ الانجن هو فورين سبستنس، لو تعرض ليها الاميون سيستم يكون انتي بودي على طول، يكون اميون ريسبونس على طول. ادي تركيبه الجرام بوست سيل. الجرام نيجاتيف كان اكثر تعقيدا شويه، تعالى نسهل ونسهل بالمقارنه. ده سيتوبلازمك ميمبرين، ده سيتوبلازمك مالناش دعوه بيهم. ده بيبتايدوجلايكان، ده بيبتايدوجلايكان. يعني البيبتايدوجلايكان موجود في الاثنين؟ نعم. امال يبقى في فروق؟ ايوه. ايه بقى الفروق؟ هنا ثيكر هنا ثينر، ها؟ هنا 40 شيتس، هنا واحد الاثنين شيتس بس كل حته. هنا يمثل 50% of the thickness of the cell، هنا يمثل 5-10%. هنا البيبتايدوجلايكان امبيدد في ايه؟ في بيري بلازميك سبيس، مش موجود الناحيه دي. عباره عن ايه البيري بلازميك سبيس ده؟ عباره عن بروتين جيل لايك سوليوشن معمول من البروتين. طيب والاوتر موست لاير بقى الطبقه الخارجيه دي بتشبه الانر لاير، فسموها اوتر ممبرين، يعني معموله من فوسفوليبيد بروتين باي لاير. لكن ها ايوه قول يا احمد امين اسمك عمر، قول يا عمر. ها الاوتر موست لاير بتاعتها السيرفيس بتاعها غني جدا باللايف وبوليسكرايد. واللايبو بوليسكرايد يعني حته دي ليبت وبوليسكرايد. ها الليبت البني ده سميناه ليبت ايه؟ وده انتيجينيك مش كده؟ سوري اسف توكسيك، وقلنا عليه اندو توكسيك. طب والفايبرز اللي خارجه دي البوليسكرايد اللي سميناها او سوماتيك انتيجين، ودي الميجور سيرفيس انتيجين.
بعض. سؤال جه قبل كده في الامتحان، اذكر ثلاث اربع فروع او قارن بين الاستراكشر بتاع الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف سيجنال. ها ادي فجأة بالطاج الامريكان والوصف اللون تيكل هنا 50% 15% 40 شيت سواد. هنا يوجد بلازمك سبيس، هنا لا يوجد، لكن هنا يقابل يوجد تيكويك اسيد، هنا لا يوجد، صح؟ هنا في اوتر ميمبرين، هنا ما فيش. والاوتر ميمبرين سطحه عليه لايبو بوليساكرايد، هنا ما فيش لايبو بوليساكرايد. واللايبو بوليساكرايد ده معمول حتى من ليبيد ايه، يعني هنا عندها اند توكسين وهنا ما عندهاش. وفي سوماتيك انجن يمثل ميجر سيرفيس انجن، لكن الميجر سيرفيس انجن هنا مين؟ التيكويك. بارك الله فيك. ايه الفانكشنز بتاعت البكتيريا السيلول؟ اثرت في ايه؟ وده سؤال يجي بطريقه اخرى، ايه الافكت بتاع الريجيلتي؟ ها اول افكت انها هتمنتين تشيل، يعني البكتيريا اللي تبقى سفيريكال كوكاي زي ما قلنا امبارح تفضل طول عمرها كوكاي، واللي تبقى رود شيد بس باي تفضل طول عمرها بس باي، واللي تبقى سبايرال تفضل سبايرال على طول. يبقى بيمنتين ذا شيب، ادي اول وظيفه حلوه. ده اصل ده سبب الريجيلتي، صح؟ طيب ويحافظ يبروتكت السيتوبلازمك ممبرين الضعيف اللي تحتيه من انه يتهور ويعمل اوفر ستريتشنج تقوم الخلايا تفرقع. مش كده؟ طب دول اثرين للريجيلتي، مش كده؟ طيب وبيشارك في السيل ديفيجن انه بيعمل سيلتر. هل ده اثر الريجيلتي؟ يبقى مش كل الفانكشنز بسبب الريجيلتي. عشان اميز لكم سؤال جه مره في الامتحان، واحنا لما برضه بنطلب اجابه يعني بنقصك لو الاجابه ناقصه، بنقصك لو الاجابه فيها زياده تدل على عدم الفهم. يعني لما اقول لك what is the cause and the effect of the rigidity of the bacteria cell، وانا هنا سالتك عن الرجيدتي بالتحديد سببها انها معموله من خامه اسمها بالتايلوجلايكان، لكن اثرها اول تو فانكشنز بس، مش كل الفانكشن، اول تو فانكشنز بس هما اللي تبع الريجيلتي، لكن بقيه الفانكشنز مش بسبب الريجيلتي. بقيه الفانكشن حاجات اخرى، وظائف اخرى بيعملها السيل، يعني كله يعمل سيستم ايه اللي في كده الريجيلتي، مش كده؟ كله يبقى هو اللي مسؤول عن الستيننج افينيتي، ايه اللي في كده الريجيلتي. فدايما بليز استوعبوا كده السؤال، ايه سبب الريجيلتي؟ البيبتايدوجلايكان. ايه اثر الريجيلتي؟ اول وظيفتين بس في وظائف السيل. يا ترى كان في حالات ما فيهاش سيلول؟ نعم كان في حالتين، مايكوبلازما وال فور. مين المايكوبلازما؟ ناتشرالي اوكيرنج بكتيريا، بكتيريا ربنا خالقها كده من غير سيلول. امال مين ال فور؟ وحد امبارح سالني سؤال بعد انتهاء الحصه وشكرته على السؤال وقلت يعني فاتني ان انا انبهكم كده. ال فور هو مين؟ هل ده نوع معين من البكتيريا ولا اي بكتيريا ممكن يحصل لها كده؟ ده كان سؤال احد زملائكم امبارح مشهور. اي بكتيريا ممكن يحصل لها كده؟ اي بكتيريا كان ربنا خلقها بسيل وول تتعرض لانتي بايوتيك يكسر السيل وول، او انزايم يمنع تكوين السيل وول او يكسر السيل وول، تبقى اصبحت ديفكتيف او ديفيشنت في السيل وول، صح؟ نقوم نسميها ال فور. مش يعني كل البكتيريا سواء كوباي بس الماي سبايرال تقفل السيل وول اسميها ال فور؟ نعم. خلاص يعني كل ده مش راجع لشكلها؟ لا، هما ايه اللي راجع لايه؟ اول حرف من كلمه ليستر اللي هو المعهد اللي اكتشفوا فيه القصه، تمام؟ ليستر انستيتيوت اوف ريسيرش في انجلترا، تمام؟ طيب يبقى ايه الفورم؟ نسيت اقول لكم ان اي بكتيريا ممكن تاتين الحاله دي. جميل قوي. ايه الفروق اللي بينهم؟ طبعا ربنا خالق بكتيريا طبيعي ما عندهاش سيل وول، يبقى يمكن انها تديفايد عادي، ممكن تريبليكيت. لكن البكتيريا كان عندها سيل وول، حاجه مهمه جدا بتحميها بفائدتها. يعني انت كان عندك مثلا مكان بيحميك، ها، سكن، ماوى، وهتفقد الماوى دوت، انت بتبقى فاضي للريبليكيشن. يبقى البكتيريا اللي عندها حولت ال 4 كان قدر ريبليكيت انها واقعه اندر ستريس، عندها ظروف خاصه ما يعني ما تشجعهاش، ما فيش نفس للريبليكيشن كده ليه؟ طيب دي ما تقدرش ترجع تكون سيل وول، عمرها ما تكون سيل وول، تكونه سايع. لكن طبعا ممكن ال 4 لو الظروف اتحسنت زي ما يكون ضعيفه كده وربنا فرجها، كانت متعرضه للبنسيرم ربنا فرجها الحمد لله، شلنا المؤثر اللي عمل كده تقوم ترجع تكون سيل وول تاني. طيب وكان في فرق رابع، المايكوبلازما اللي ربنا خليها كده تتواجد في اي انفايرمنت، ايزوتونيك، هايبوتونيك، هايبرتونيك، لكن ال 4 اللي خلاها تقدر تعيش ان تصادف وجودها في جو ايزوتونيك. لكن انت لو شلت ايه اللي كنت فيها وحطيتها في جو في
عملها تفرقع على طول. لو حطيتها في جو مور هايبرتونيك عند السيتوبلازم تحت فرقع ايضا. طيب ايه اوجه الشبه اللي عليها اسئله دي بريزون؟ هي وحي بقى وحي يقعد ورا كده. ده عمر اخوك ما عملها، عمر اخوك ما قعد ورا. تعالى حبيبي على الكرسي بتاع، تعالى على الكرسي بتاع، في كراسي فاضيه يا جدعان اللي عايز يتقدم يا ولاد، في كراسي فاضيه، اللي في اماكن يقدر يشوفنا افضل او يسمعنا افضل يتفضل، اللي جنبه كرسي فاضي يشد شماله. وسعوا الدنيا ولع نور، ولع نور يا دكتور، يا دكتور ولع نور. انت فاكر كده ان ده جو شعيري عايش 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 للمرتبين على الدفعه. يقول لك اه اصل ما هو السيتوبلازم هايبرتونيك،
روبو قال لي تقدر تسرفايف في هايبرتونيك سوليوشن؟ اه، لانه من هايبرتونيك مع هايبرتونيك يبقى ايزوتونيك، ممكن يبقى مور هايبرتونيك، ممكن يبقى ليس هايبرتونيك. طالما ما قالكش از هايبرتونيك از اتس سيتوبلازم يبقى مش قاصد انها ايزوتونيك بالنسبه له، يبقى لسه هدور على جمله اصح. كان بروديوس ريلابسز تو اوفر انفكشن. نعم، لو رجع اتكونت سيل وتقدر تعمل انفكشن مره ثانيه اللي هو ريلابس اللي قلنا عليه اللي هو النكسي، فانت لو مش فاهم الموضوع ممكن الجمله دي تفوتك تقوم تختار اي جمله. طيب شو ليه ايه؟ عشان سنسر مش ريزيستر. انا اسف اختصارا بس للسطر في جزء من الجمله متشال. انتبيوتيك سويتش انهبت سيل وول سنسر. انا اسف، معاك حق. تمام، في حد من الزملاء امبارح برضو علق على السؤال ده فمعاكم حق. لا طبعا هيوضح لك، مش اي انتبيوتيك، الانتبيوتيك اللي هي السيل وول انهبت. The following are characters of L forms of bacteria except. نعم، ها سيادة الخير نراجع تاني. They are naturally occurring bacteria without cell wall. لا طبعا. They are sorry. يعني دي تنفع تبقى exception لأنهم مش natural كده. لكنهم they are resistant to penicillin. They develop only in isotonic solution. They can produce relapses to overt infection. They may resensitize cell wall. كل دي نعم ما عدا أول واحدة إنها مش natural كده. الإجابة تبقى إيه؟ مايكوبلازما are resistant to penicillin because they lack إيه؟ they lack cell wall ولا cytoplasmic membrane ولا plasmid ولا ribosomes ولا villi. they lack cell wall. هنبدأ حصتنا الجديدة، بس قبل ما نبدأها عايز أكد إن في فرق بين cytoplasmic membrane والcell wall. انتوا درستوا خلايا فيها ليها واحده بره هي السيتوبلازم والمبرين، والبعض فيهم مش بيميز او مش بيدقق او مش بيتحرر دقه بان في فرق بين كلمه سيتوبلازم والمبرين وسيلول. لان احنا بنسبيسيفاي الكلام ده بتيجي في الامتحان يقول لك منشن او انيموريتد فانكشنز بتاعت واحد فيهم، فاللي مش مركز ومفرق بينهم كويس والامر واضح في دماغه بيكتب الفانكشنز بتاعت اي منهم كانهم حاجه واحده. بليز من واقع خبرتنا يعني كتير قوي يقول لك فانكشنز السيتوبلازم برين يلاقي واحد كاتب الفانكشنز بتاعت السيل وول والعكس. شوف بس محمد التكنيك ده واضح مش كده؟ معلش جاهزين يا شباب؟ يلا نبدأ بسم الله حصتنا. خلال المرتين اللي فاتوا خلصنا الاسينشال كومبوننتس بتاعت البكتيريا. النهارده هنناقش الايه؟ اديشنال كومبوننتس. نبدا بالكبسول. مين هي الكبسول لما نحب نرسمها كده؟ انا عندي دي البكتيريا سيل، الكروموسوم اهو، السيتوبلازم، سيتوبلازميك ميمبرين، ها السيلول. الكبسول ارسم بقى بلون تاني. الحاجات اللي في اسود دي اسينشال، ها الحاجات اللي بالاحمر مش اسينشال اهي اولهم. مين الكبسول؟ ده اكسترا سيلر بوليمر بيتكون جوه الخلايا ويخرج يترسل اوتسايدز السيل ويسراوند السيل وول، يبقى كده الاوتر موست لاير بتاعتها اخر طبقه بره. في حاله لو كانت البكتيريا كابسونيتد هتبقى الكبسول. البوليمر دوت يوجوالي معمول من خامة اسمها بولي سكرايد، ونادرا محمد التكييف مؤلم انا بقيت ميه. شوف لي القصه. بوليمر معمول من بولي سكرايد يوجوالي، ونادرا انه يبقى معمول من بولي بيبتايد، نادرا لدرجه ان احنا يمكن لا نملك او لا نعرف الا مثال واحد فقط، حتى مش مطلوب منك حفظ الاسم دلوقتي. بكتيريا اسمها باسيلس انثراسيس، البكتيريا المسببه للمرض اسمه الانثراس. طيب الاكسبشن الوحيد اللي معروف عندنا ان الكبسول بتاعته من بولي بيبتايد يعني من بروتين، لكن اذروايز اي كبسول هندرسها في المنهج معموله من بولي سكرايد.
ينفعش يمكن ان كانش بيواجه او كان الصوت ما ينفعش يعني اشقر علينا كده كل شويه احنا بنمشي. بص يا ولاد يلا بينا نشوف معلوماتنا. اكسترا سيلر بوليمر موجود اوتسايد ذا سيل وول فورمد اونلي. الجمله دي مهمه. الكبسوله هنعرف احدى وظائفها المهمه انها بتحمي الاورجانيزم من عمليه الفاجوسيتوس جوه الجسم. يبقى الاورجانيزم بيحتاجها اكتر جوه الجسم ولا بره الجسم؟ جوه الجسم، لان لا يوجد فاجوسيتوس في الشارع كده. الاورجانيزم اللي هيخرج بره جسمنا مش هيقابله فاجوسيتك سيتوس. يبقى حتى سبحان الله كان البكتيريا بتفكر او كانها عارفه ايه اللي محتاجاه وامتى. يبقى البكتيريا دائما اللي هي الانواع الكبسوليه لو هتكون الكبسول مفيش ده هتكونه بره الجسم. ليه؟ اذا كانت وظيفته الاساسيه هو الفاجوسيتوسيس يبقى تكونه في المكان اللي ممكن يحصل فيه فاجوسيتوسيس. عشان كده الجمله دي مهمه وممكن اقول لك علق عليها او اقول لك فسر ليه دائما الكبسول بتبقى فورمد انسايد ذا هوست. كلمه انسايد ذا هوست دي ليها تعبير باللاتيني كلمه اسمها ان فيفو. فيفو جايه من فيفا او حياه، فان فيفو يعني جوه الجسم او جوه الاجسام الحيه. المقابل بتاعها بره الجسم يقول عليها ان فيترو، وفيترو جايه من فيترس يعني زجاج. فيعني ان فيترو اهم حاجه تهمنا ان فيترو في شغلنا في المعمل على في الميديا والانابيب والمواد اللي مصبوبه في ازاز يعني. فتسمت ان فيترو يعني في الزجاجيات يعني خارج الجسم يعني في المعامل. فكلمه ان فيفو او عكسها ان فيترو. الكلمتين مهمين قوي بنستخدمهم في منهجنا كتير. فهيجي يقول لك جيف ريزون ليه الكبسول is usually أو only في بعض الأحيان formed inside the host أو بدأ inside the host لك in vivo. لأن الكبسول وظيفتها الأساسية زي ما هنشوف حماية الأورجانيزم against الفاجوسيتوسيس، والفاجوسيتوسيس لا تحدث إلا in vivo. هذه الفكرة. اتفقنا إنها معمولة من بوليسكرايد usually وريرلي. ما تجهدش نفسك في حفظ أسامي بكتيريا. أنا متأكد لما بقول لك كده هنلاقيك حفظتها. هو كده البني ادم كده لما تشيل من عليه الاستريس تلاقي دماغه بتجري وتلاقيه حافظ اكتر. يعني اقول لك ما تحفظش ارقام او الاقي بعد كده تقول ايه؟ مش هو مش السايز بتاع البكتيريا تتراوح من بوينت 2 ل 1.2 في العرض ومن بوينت 4 ل 14 في الطول اهو بيقول معايا الارقام. لا شفت فاكر الرقم ليه؟ اما تحس ان الحاجه ما انتش مره اول بني ادم. فاحنا مش هنضغط عليك ما تحفظش يا عم الاسئله. ماشي؟ وان كان اسمها باسيلس انتراس. باسيلس انتراسيس هو الاكسبشن الوحيد اللي معموله فيه من بوليبيبتايد. انا حتى مش عايز احفظك الاسامي دلوقتي لكن هيجي عليك وقت هندرسها بالتفصيل ما تقلقش. الكبسول لا تسفر في الجرام سبيس وعشان كده هتبان اراوند ذا اورجانيزم از ان ستيل هالو. يعني ايه لما اجي كده ارسمها بصوا كده لو انا ببص تحت الميكروسكوب عندنا البكتيريا دي والسلايد ده علينا في العمل ان شاء الله. البكتيريا معموله من توكوكاي، التوكوكاي ياخدوا من السبب. وكمان بص بيبانوا بلون الفايروس. وتلاقي حواليهم فراغ ابيض مش مسبوغ وبعدين اكتشفوا بعد كده مسبوغه. يقوموا يبان الاورجانيزم. مسبوغ والكبسول مش مسبوغه لانها ما بتصدرش من جرام. يقوم المنظر تحت الميكروسكوب يوصف الكبسول على انها ان ستيل هالو اراوند ذا اورجانيزم. دي مهمه جدا العملي بالمعلومه دي. هتلاقي العنوان في الكتاب عندك يقول لك الكبسول اند سيميليتد ستراكشر. هو في حاجه تشبه الكبسول؟ نعم. ايه هما؟ في حاجتين غير الكبسول، حاجه اسمها سلايم وحاجه اسمها جلايكوكين. طب ليه قلنا عليهم ريليتد ستراكشر؟ الثلاثه موجودين اوت سايد ذا سيل وول. الثلاثه معمولين من بوليسكرايد. يبقى دي اوجه شبه ولا لا؟ والثلاثة ما بيتسبوش بالجرام، اوجه شبه اهو. فعشان كده يبقى الكبسول والحاجات اللي ريليتد ليها اللي تشبهها من حيث المكان والكيميكال نيتشر وحتى في الصبغة ما بيتسبوش بالجرام. طب وطالما اوجه شبه دي سميتهم اسامي مختلفة ليه؟ بروفود فرو. ايه هي الفرو؟ بص كده معايا. الكبسول بتبقى ويل ديفايند. انا رسمها يعني ليها ويل ديفايند اتش او بوردر اراوند ذا اورجانيزم. يعني تقدر تحدد الحرك الخارجي ليها بوضوح. امال السلايم او الجلايكوكين بيبقوا ايل ديفايند
ما هماش ويل ديفاين. يعني لما ارسم لك السلايد دلوقتي هيبقى لو في بكتيريا كده حواليها سلايم، تلاقي السلايم ملوش حدود واضحه حوالين الاورجانيزم، مش ويل ديفاين. كويس، يبقى الكبسول تمتاز عن بقيه الريليتد ستراكشر بانها ويل ديفاين. ادي واحد. اثنين، بتبقى فيرملي ادهرنت تو ذا اورجانيزم. يعني الكبسوله ديت اللي باينه فراغ ابيض مش مسبوغ ماسكه كويس قوي في السيرفيس بتاع الاورجانيزم بتاعك. ها، فيرملي اتاتشد او فيرملي ادهرنت. بينما الجلايكوكيميكس او السلايم، حتى الكتاب وصفهم بكلمه لوز، لوز دي ادهرنت، ما هماش ماسكين فيرملي في الاورجانيزم بتاعك. ده الفرق الثاني اهو. يبقى دي ويل ديفايند ودي ايه، تقدر تقول بدل كلمه نوت ويل ديفايند شيلها وتقول ايه ديفايند، يعني مش واضحه. هنفيرملي ادهرنت تو ذا بكتيريال سيل، لكن الاثنين التانيين لوز دي ادهرنت او لوز دي اتاتشد تو ذا تو ذا بكتيريال سيل او تو ذا بكتيريال سيرفس. الفرق الثالث، الكبسول بقى والسلايم بيشتركوا في حاجه هوموجينوس ماتريكس، ماتريكس عامله زي الجيل كده اهو. يعني يوم ما اجي مثلا الونهم او فرضت ان سبقتهم بسبب خاصه يبانوا ستراكشر ليس، ما لهمش تفاصيل، حاجه هوموجينوس كده جيل لايك. ها، انستين ذا هالو، هوموجينوس ماتريكس. امال الجلايكوكيليكس يبان ازاي؟ هل له تفاصيل؟ نعم، الجلايكوكيليكس معمول من فايبرلز، وفايبرلز تصغير فايبر عامله، يعني لو دي بكتيريا كده اهي وطالع منها بقى جلايكوكيليكس تلاقي مش وورك، يعني شبكه من الفايبرز الشعيرات الدقيقه الصغيره اللي خارجه اراوند ذا اورجانيزم، ما هياش هوموجينس، ما هياش جيل لايك ماتيريال. ادي الثلاث فروق اللي ممكن يميزوا بين الكبسول وبين الريليتد ستراكشرز بتاعتها. نقولهم تاني، الكبسول يا شباب بيبقى ليها ويل ديفاين اتش او بوردر، يعني حدودها واضحه محدده. السلايم زي ما انت شايف او الجلايكوكيليكس ملهاش ويل ديفاين اتش. انا في شايف كراسي ستيل فاضيه وفي ناس واقفه ورا، حاسسينكم نتوقف ثواني واللي واقف ورا يتفضل هنا في مكان كرسي، أو لو عايزين تريحوا زملائكم اللي جنب كرسي على يمينه أو شماله فاضي يشيل. لو عملنا شيفت هنحط لهم كراسي وهم واقفين في مكانهم. بليز شيفت. أيوه عند مصطفى كده جنب كرسي فاضي برضه يا مصطفى. أهو في كرسي فاضي هنا يا ولاد. ممكن حد يتنقل قدام؟ أحمد مين اللي هناك ده؟ أحمد؟ شريف. مين اللي شريف؟ واسع كرسي. حد يجي لنا من هنا يلف من الباب التاني. ادي صفات الكبسول والكبسول ريليتد ستراكشر. كبسول وسلايم جلايكوكيليكس معمولين من بوليسكرايد، موجودين اوت سايد السيل وول، كانوت بي ستيند بالجرام. دي الصفات المشتركه بينهم، يفضل عشان الثانيه مايز بينهم. الكبسول بتبقى فيها ويل ديفايند اتش، الكبسول بتبقى فيرملي اتاتشد او فيرملي ادرنت تو ذا بكتيريال سيل، الكبسول بتبقى سيل لايك هوموجينس ماتيريال تبان انستيند هالو بالديفرنشال ستيند. السلايم ال ديفاين او ما هياش ويل ديفاين، لوز دي اتاتش تو ذا بكتيريال سيل، وبرضه ستيل ديبان اون ستين ذا هالو اراوند ذا اورجانيزم، وبتبان هوموجينس ماتريكس زي الشيل بالظبط. اما الجلايكوكيليكس هو برضه ال ديفاين، ما هواش ويل ديفاين، لوز دي اتاتش تو ذا اورجانيزم، لكنه له تركيبه بيبقى عباره عن فايبرز او تصغير فايبرز اللي هي فايبرز عامله شبكه كده متداخله اراوند ذا اورجانيزم. اوكي، تعالوا بقى نشوف الفانكشنز، الوظائف بتاعت الكبسول. واحد، الكبسول بتهلب الاورجانيزم تو اسكيب فاجوسيتوز، وده سر ليه البكتيريا كانها عارفه وظيفه الكبسول كويس، وليه البكتيريا اللي تقدر تكون كبسول بتكونها اكتر وهي جوه جسمك. تاخد السامبل وتزرع البكتيريا وتسيبها في المعمل تلاقي بطلت تطلع كبسول وكانها عارفه انها مش محتاجاها بره الجسم. فده عالي لو ليه البكتيريا كبسوليتد يوجوالي بيكونوا الكبسول ان فيفو، عشان المين فانكشن بتاعت الكبسول هي انها بتبروتكت الاورجانيزم من الفاجوسيتوزس، والفاجوسيتوزس بيحصل اونلي ان فيفو.
سهل الكلام؟ طيب ادي واحد. الوظيفه الثانيه. نعم. جوه جسمه في عمليه دفاعيه الميون سيستم من وسائل حمايه الجسم، يعني لما بكتيريا غريبه تخش يقوم الفاجوسيتك سيلز تروح تبلع البكتيريا. العمليه دي اسمها فاجوسيتوسيس. طيب بره الجسم مفيش فاجوسيت، مفيش فاجوسيتك سيلز. طيب البكتيريا لو عايشه جوه جسمي وعايشه بره جسمي نفس نوع البكتيريا عايش بره ومجموعه منه او شويه منه قصبون، اللي قاعدين بره دول محتاجين كبسول مفيش فاجوسيتوس، لكن اللي دخلوا جوه معرضين للفاجوسيتوس يقوم يحوطوا نفسهم بكبسول يحميهم من الفاجوسيت. يبقى الكبسول بتتكون ان فيفو حيث ان جوه الجسم في عمليه الفاجوسيتوسيس، والكبسول دورها الاساسي حمايه البكتيريا من الفاجوسيتوسيس. هتلاقي بين قوسين كده يقول لك اذا الكبسول، انتبهوا للكلمه اللي جايه دي مهمه جدا وده موضوع مهم هناخده بالتفصيل مستقبلا. يقول لك اذا الكبسول تعتبر ان امبورتنت فيرولنس فاكتور. يعني ايه فيرولنس فاكتور؟ كلمه فيرولنس يعني عنف او شده او ضراوه بالضاد، يعني واحد عنيف. ها الفيرولنس فاكتورز هي العوامل، عوامل العنف، يعني العوامل اللي تمكن البكتيريا من انها تبقى عنيفه، من انها تبروديوس ديزيز. طب عايز اربط بين الكلمه دي وبين دور الكبسول. بكتيريا دخلت جسمك حلو، جات الفاجوسيتك سيلز يبلعوها باعتبارهم كده هيحموك منها مش كده؟ راحت البكتيريا عامله كبسول حوالين نفسها وهربت من الفاجوسيتك سيلز. لما هربت من الفاجوسيتك سيلز هتشق طريقها جوه الجسم وهي مش خايفه من الفاجوسيتوسيس، لحد ما توصل للتارجت او الاورجن او التشو اللي هي رايحه تعمل فيه الديزيز. يبقى الكبسول ساعدت الاورجانيزم على ايه؟ على انها تعمل الديزيز. يبقى الكبسول عامل من عوامل، ها الفيرولنس عامل من عوامل العنف والضراوه، عامل يمكن البكتيريا من انها تبروديوس الديزيز. اعرف الديفينيشن ده دلوقتي، وفي شابتر 10 بالتحديد هنتوقف عشان ندرس حاجه اسمها الفيرولنس فاكتورز اوف بكتيريا. هتلاقي الكبسول واحده منهم، او بشكل عام اي فاكتور يساعد البكتيريا على الهروب من الفاجوسيتوسيس يعتبر فاكتور مساعد يمكن البكتيريا انها تبروديوس الديزيز. يبقى ادي اول وظيفه. طيب وظيفه ثانيه، الرسمه اللي انت شايفها دي مش الطبقه الحمراء دي طبقه مغطيه على السيرول؟ قدر بقى ان في انتي بكتيريا ايجنت عايز يوصل للسيرول عشان يشتغل. مثلا ركز كده معايا، لو في هنا ريسبتور لبكتيريوفيج على السيرول، مين البكتيريوفيج ده؟ لسه قايلين بالمصادفه عدت الجمله علينا من شويه واحنا بنشوف ام اس كيو فيروس بينفكت بكتيريا. طيب الفيروس اهو رايح عشان يمسك الريسبتور على السيرول، بص لقى الريسبتور متغطي بالضغط كبير، الكبسول اما قدرش يوصل للريسبتور يبقى الكبسول هتحمي البكتيريا دي من الفيرال انفكشن. صح؟ في ماده بروتين اسمها كومبلين لو مسك في السيرول يحصل له اكتيفيشن ويفرقع الخليه. طيب يعني في ريسبتور هنا للكومبلمنت؟ نعم. طب الكومبلمنت اهو الدايره دي تمثل هذا البروتين اللي اسمه كومبلمنت. الكومبلمنت جه رايح للسيرول لقى الكبسول بتقول له ممنوع، خلاص قفلنا الريسبتور، شكرا مع السلامه. يبقى كده الكبسول بتحمي البكتيريا من هذا الكومبلمنت. صح؟ بعض الانتي بكتيريا ايجنتس او توكسينز او فاكتورز اللي رايحه برضو نفس القصه بقى، رايحه تمسك في ريسبتور عشان تموت البكتيريا، الكبسول قالت له ممنوع. يعني الكبسول كانها طبقه غطت، ها دارت، عملت ماسكينج، اخفت ملامح السيرول، فاي انتي بكتيريال ايجنت رايح يشتغل على السيرول ما عرفش يوصل للتارجت بتاعه. يبقى دي وظيفه اخرى للكبسول، بروتكشن اوف ذا سيل اجينست اي انتي مايكروبيال ايجنت بيعمل عند السيرول. يعني مثلا ضد زي ما قلنا البكتيريوفيج، ضد الكومبلمنت اهو، ضد الانزيم اللي اسمه لايزوزايم، الكلمه دي صعبه عليكم شويه هنعرفها قدام شويه، ضد حاجه اسمها كوليسين. مين الكوليسين؟ سين يعني توكسين، سين يعني توكسين، فكوليسين ده نوع من البكتيريا التوكسينز، توكسينز بتضرب البكتيريا، بروديوسد من الاسم كده باي اي كولاي عشان تقتل بيه غيرها. تخيل، حاضر ثواني هقول تاني المعلومه دي عشان صعب. كولي يعني ايه كولاي؟ تطلعها سين يعني تطلعها توكسس عشان تقتل بيه اثر بكتيريا. فالبكتيريا حتى بيحاربوا بعض. فبكتيريا بترش توكسن على بكتيريا، ها
قامت البكتيريا الثانيه بالكبسول هتبروتكت نفسها من هذا التوكسين. نقول المعلومه دي على بعضها وبعدين نشوف السؤال بتاع سيبريتو. يبقى الكبسول باعتبارها طبقه سطحيه مغطيه على السيل وول، عامله ماسكينج لمعالم السيل وول، اي حاجه رايحه تشتغل على السيل وول مش هتعرف توصل للتارجت بتاعها. زي مين بقى الحاجات اللي رايحه تشتغل على السيل وول؟ فيروس مثلا زي البكتيريوفيج، بروتين زي الكومبلمنت، توكسين زي الكوليسين، انزيم زي اللايسوسايت. نعم. هم دول سؤالين بس خلينا نجاوب سريعا. البكتيريا اللي عملت ال فورم دي بكتيريا اتعرضت ل يعني امتى سؤال؟ يعني لو البكتيريا كانت كبسولين ورشينا عليها لايسوسايت بتحول ل ال فورم ولا لا؟ مش ده سؤالك بمعنى اخر؟ انا كنت معلش مش عايز ازعجك لكن كنت اقول لك البكتيريا يا اولاد اللي عندها كبسول والكبسول انا رشيت لايسوسايت او اتعرضت في السكه للايسوسايم فاللايسوسايم وليه شوف لنا القصه دي احسن شويه. اللي عندنا مشغله كل شويه بس مش مؤثر خالص على في مشكله. هو في خرج اهو مش ضعيف قوي والناس في الحر. في حد في ناحيه الدكتور علي دكتور جمال وبان انستين ظهروا في الاخر. يعني الكبسول ممكن افتراق
بس لقينا انها في معظم الاحيان بتمنع الانتي بكتيريال ايجنت. دي تبقى الوظيفه نمره 2. الوظيفه الثالثه وخصوصا يا اولاد مش الكبسول بالتحديد، الجلايكوكيلكس اللي هو فرع من فروع الكبسول، لانه عامل زي فايبرز كده بتبقى وظيفته الادهرنس اكتر من ان تبقى وظيفته الحمايه. الجلايكوكيلكس ممكن يساعد الاتاتشمنت او الادهرنس اوف ذا اورجانيزم للهوست سيرفيس او للهوست سيرفيس. عندنا مثال اتفقنا ما بنحفظش اسامي البكتيريا دلوقتي، والمثال اساسا يهم طالب اسنان اكتر ما يهمك انت. بكتيريا قاعده في الاورال كافيتي اسمها ستريبتوكوكس ميوتنز، وحتى ميوتنز لانها بتاخد السكريات البسيطه تحولها لبوليسكرايد وتلزقها على السنه تمهيدا لان يحصل تسوس الاسنان. فالمثال ده اقراه كده عابرا دلوقتي مش مهم بالنسبه لك، لا اسم البكتيريا مهم دلوقتي ولا بنحفظ اسامي البكتيريا دلوقتي ولا المثال يهمك لانك مش طالب طب اسنان. مش طالب امثله زياده. طيب ناخد كم كده خلصنا الكبسول. شوف كده استوعبنا ولا لا؟ البكتيريا الكبسول is most commonly composed of ايه؟ ها قول قبل ما يبقى لك الاجابات. انا هدور على اجابه اسمها بوليسكرايد، نشوف كده موجوده ولا لا. بوليبيبتايد ده الاكسبشن. ها بوليسكرايد نعم. بقيت بقى المواد الكيماويه بقى بولي نيوكليوتايد ليبيد مش عارف ايه بيبتايد وجليكان. لا الكبسوله معموله من بوليسكرايد. الاجابه بي. ها البكتيريا الكبسول عايز صفه صحيحه يبقى هيقول لي اربع جمل غلط. ده بتنسى اورجان اوف بكتيريا لوكوموشن. لوكوموشن او موتيليتي؟ لا طبعا مش عضو الحركه. ميك ذا اورجانيزم ايزلي فاجوسايتوز العكس تماما بتحميه من الفاجوسايتوز. ها از فورمد اندر انفيفرابل انفيرومنتال كونديشن. ها صح صح. ها هي دايما بتتكون فين؟ موقع الاكوان. وهل الديبو ده انفيفرابل كونديشن؟ لا هي لو جوه الجسم انفيفرابل امال يبقى امتى الفيفرابل؟ الانفيفرابل كونديشن انها تتعرض لجفاف لاك اوف نيوتريانت حراره عاليه. انت حرارتك هتبقى عاليه بالنسبه لها ازاي؟ يعني انت هتغلي مثلا؟ الجسم البني ادم هو الموست ابروبريت كونديشنز للبكتيريا. الانفيفرابل ده بره الجسم، واللي بره الجسم الكبسول ما بتتكونش. شفت الجمله اللئيمه؟ امال في الانفيفرابل اللي بره الجسم البكتيريا تكون ايه؟ تكون سبور مش كبسول. ده فرق مهم هنوصله دلوقتي حالا. خد بالك الانفيفرابل كونديشن اللي خارج الجسم تشجع البكتيريا انها تعمل ها سبور مش كبسول. الكبسول جوه الجسم حيث الجو ممتع بالنسبه لها. رانيا؟ ايوه رانيا. لا ده مش الكونديشنز. الكونديشنز بتاعت الحياه بتاعت انها تقدر تعيش وترو والديفاي. كل الجسم عنده ديفنس فاكتور. دي مش قصتنا. دايما بنحكم على الاسينشال. اسينشال لما بقول لك الجين ده اسينشال. اسينشال فور ايه؟ وانها تقدر تسرفايف وترو وتريبليكيت. الكونديشنز دي او اوبتيمم. هنحل دلوقتي تحكي على الفسيولوجي وهنعرف ايه هي الاوبتيمم كونديشن. طيب is considered an important virulence factor. نعم. بيبتايدوغليكان is main component in structure. لا يبقى الاجابه دي. طيب نشوف سؤال ثاني. All the following about the bacterial capsule is true except. عايزين جمله غلط. ها usually polysaccharide in nature. دي صح. acts to prevent phagocytosis. صح. is a major virulence factor. كلام صحيح. plays a role in bacterial division. ملهاش دعوه بالديفيجن يبقى يجي الجمله الاكسبشن. طب نشوف نكمل. unstainable بالجرام ستين. نعم لا تسبق بالجرام تبان unstained the halo زي ما هو. طيب سؤال اخير. بكتيريا ار بروتكتد فروم فاجوسايتوسيس باي. يعني هجيب لك بقى وظيفه واشوف ايه من الكومبوننتس اللي بيعمل القضيه دي. الكبسول ولا اللايبوبروتين ولا الميزوزوم ولا الاوتر ميمبرين ولا البيبتايدوجليكان اللي بيحمي البكتيريا من الفاجوسايتوزس هو الكبسول. نروح للاكسترنال ابندج برضه هنرسمها بالاحمر يعني معناها انها حاجات اوبشنال. ها مش موجوده في كل البكتيريا. يا اما ها ابندج زوائد طويله اسمها فلاجيلا والمفرد فلاجيلم. يا اما زوائد صغيره ورفيعه اسمها بيلاي او فيمبريا.
هذه الابندجز يعني الزوائد اللي خارجه من اوتسايد ذا سيل وول، الفلاجيلا الاورجان اوف موفمنت والفيمبريا او البيلاي الاورجان اوف اتاشمنت. تعالوا نتكلم نمره واحد عن الفلاجيلا. ما بنحفظش ارقام، ما بنذكر الارقام بس عشان مكتبنا كامل متكامل ومنهجنا يعني ما حدش يعني ينتقدنا. القطر بتاعها 20 نانومتر، ما تحفظش الرقم، لكن 20 نانومتر ده يعني سمول دايمتر ولا كبير؟ 20 نانومتر ده يعني صغير قوي. انت عارف قدره الميكروسكوب على انها تبين اي كومبوننت اللي هو بيسموها ريزولوشن باور 250 نانومتر. فلما تبقى حاجه 20 نانومتر يبقى الميكروسكوب العالي ده ما يقدرش يوريك التفصيله دي، يبقى الفلاجيلا لا ترى بالميكروسكوب العالي. لو قلت لك جيت بريزن ليه الفلاجيلا كان نوت بي سين باي اوردينري مايكروسكوب او باي لايت مايكروسكوب؟ بس ما تقوليش الرقم، قولي لانها فيري سمول ان دايمتر، فيري سمول ان سايز. امال يترتب على كده ان لازم يشوفها اونلي بايه؟ بالالكترو مايكروسكوب. يعني اللي وصفوها شافوها بالالكترو، يعني ما تضحكش عليك، انا شخصيا عمري ما شفت فلاجيلا تحت الميكروسكوب، ما عندناش الكترو مايكروسكوب احنا في القسم. ها؟ لكن شفناها صور. الكترو مايكروسكوبك الصور اللي بتيجي في المراجع شفناها مرسومه متصوره ماشي، لكن اضحك عليك واقول لك شفتها لا، لانها لا ترى بالميكروسكوب العادي على الاطلاق. اتفضل. الفلاجيلا عكس الكبسول مش معموله من بولي ساكرايد، معموله من بروتين. وانت في قاعده او قانون، القاعده او القانون ان البروتينز دائما انتجينيك، فيبقى الفلاجيلا معموله من بروتين اسمه فلاجيلين وهتلاقيها انتجينيك، والانجن بتاعها يسمى فلاجيلر انتجين ويرمز له بالرمز اتش، يرمز له بالرمز اتش. يبقى خد بالك في انجنز عماله تعدي علينا كده. التيكويك اسيد كان الميجور سيرفيس انجن في الجرام بوز بكتيريا. والاو او السوماتيك انجن كان السيرفيس انجن بتاع الجرام نيجاتيف بكتيريا. وادي انجن البكتيريا اللي يبقى عندها فلاجيلا، يبقى عندها انجن اضافي اسمه فلاجيلا انجن او اتش انجن. كويس. حلو، عرفنا تركيبها بروتين، عرفنا انها انتجينيك، جميل. ما تتشافش بالميكروسكوب عادي، اتشاف بالكترو مايكروسكوب ماشي على عيني وراسي، لكن فاضل حاجتين، ايه وظيفتها؟ وايه بقى وجودها حوالين الخليه؟ يا ترى دايما موجوده بنفس الديستريبيوشن؟ لا، الديستريبيوشن بتاعها هيختلف من بكتيريا لبكتيريا، ممكن تبقى عباره عن فلاجيلايه واحده موجوده في طرف واحد. يسموها سنجل بولر فلاجيلا، هتشوف صوره ليها حالا. سنجل يعني واحد يعني مونو، يقولوا عليها مونو ترايكس. برضه كلمة ترايكس يعني فلاجيلا باللاتيني. ترايكس أو الفكرة العامة، ترايكس يعني كرباج. أو يعني من السياق الصوت. فضربه بالصوت. الطه يعني اللي هو الكرباج. فصوت أو كرباج يعني فلاجيلا، فتنفع بالجريكي أو اللاتيني تبقى ترايكس. فيقولوا على البكتيريا اللي عندها كرباج واحد يعني فلاجيلاية واحدة من طرف واحد مونو ترايكس. ولو كانت all around يعني طبعا من حوالين all in داير كده، داير in داير زي ما احنا قلنا كده، يبقى بيري، بيري يعني محيطيه، بيري ترايكس. لكن لو مجموعه كبيره من الفلاجيلا خارجه من طرف واحد يقول عليها لوفو ترايكس. لوفو مجموعه كبيره من طرف واحد عامله زي الليفه يعني، ليفا ترايكس. تمام؟ طيب هنشوف الصوره الاول ونرجع للوظائف. اهي ادي الصوره اهي عشان تستوعبوا حاجه حاجه. فلاجيلاية واحدة من طرف واحد يبقى مونوترايكس، مجموعة من الفلاجيلا من طرف واحد تبقى لوفوترايكس، فلاجيلا طالعة كتيرة اول اراوند يبقى بيريترايكس. ما هي وظائف الفلاجيلا؟ موفمنت، موتيليتي، يا اورجان اوف موفمنت، ماشي؟ البكتيريا بتتحرك في اتجاهين، يا ناحية حاجة يا بعيد عن حاجة، صح؟ يعني اقدر اربط الفلاجيلا بمين؟ اتحرك ناحية او بعيدا عن شد وجذب بالسيتوبلازميك ممبرين. طب يعني القصه تبدا ازاي؟ سبحان الله لما تبقى ايه وظيفه بس مركبه.
السيتوبلازميك ممبرين عليه ريسبتورز يقوم يستقبل ماده مثلا نيوترينت جلوكوز، والبكتيريا محتاجه جلوكوز، طب ما يلا تعالوا نروح ناحيه الجلوكوز، يقوم الريسبتور دوت يدي سيجنال للانتيريور اوف ذا سيل، يقوم السيجنال ده يتفسر ان في حاجه كويسه عايزين نتحرك، تقوم تروح اشاره للفلاجيلا نتحرك، ها يحصل اتراكشن كيموتاكسس في اتجاه الحاجه النافعه للبكتيريا. طب لو حاجه هارمفول، ماده مثلا مطهره ولا ماده معقمه ولا انتيبيوتيك ولا حاجه ديسانفكتنت، الحق ده في حاجه هارمفول، اشاره داخليه نبعت الفلاجيلا نتحرك بعيدا ريبالشن. الكلام ده عدى علينا قبل كده وبيتكرر تاني. يعني وظيفه الحركه في البكتيريا وظيفه معقده، بيخش فيها اكتر من حاجه، الفلاجيلا هي اللي بتعمل الحركه في النهايه، لكن بيكون وصل لها اشارات من جوه الخليه، والاشارات دي وصلت للريسبتور الموجود على السيتوبلازميك ميمبرين. عشان كده بنقول ان الموديليتي لو عايز تفاصيلها يا اما تبقى بوزيتيف كيموتاكسيس يعني في اتجاه شيء، يا اما عكس الاتجاه شيء يبقى نيجاتيف كيموتاكسيس. نروح للفيمبريا قبل ما نروح للفيمبريا. حاجه موديفايد اسمها او يقولوا عليها تو فلاجيلا. احنا كده قلنا ان دي وظيفه السيتوبلازم ممبرين عمليه الكيموتاكسيس. ايوه يا دكتور. هو مش بس الجلايكوكيليكس يشبه الكبسول، ما هوش ترو كبسول، عشان كده قلنا ريليتد استراكشر، ووظيفته الاساسيه الادنى. لا 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 لا، الجلايكوكيليكس اتبان بالالكترون مايكروسكوب لانه برضه فايبر صغيره جدا. الكبسول بقى، الكبسول هي اللي تبان اون ستاند هاند. الالكترون مايكروسكوب بيتابع من التكنس نفسه، من اللينك هيبقوا شورتر وتنر. بصوا يا ولاد، في حاجه اسمها الاكسيال فيلمنت، الاكسيال فيلمنت او يسموها الاندو فلاجيلا. بص معايا كده، نسيبها هنا الاول. دي بكتيريا سبايرال، قلناها امبارح اسمها سبايروكيتس او سبايرال بكتيريا. جميل. يلاقي من الطرف ده يطلع مجموعه من الفايبرز، ومن الطرف دوت يطلع مجموعه من الفايبرز، والتو جروبس من الفايبرز يوفرلاب في النص، يتقابلوا في النص. هم بيدرسوا الفايبرز دي من حيث التركيب، ده هو استراكشر معموله من بروتين يشبه الفلاجيلين، بس مش خارجه بره السيل وول، دي موجوده تحت السيل وول، ماشيه جوه البكتيريا، فبسموها الفلاجيلا الداخليه، اندو فلاجيلا. ولانها ماشيه الونج اللونجيتيودنال اكسس بتاع الاورجانيزم، قالوا عليها اكزيال فيلمنت، الشعيرات اللي ماشيه على اللونج اكسس. ده ممكن تطلب شورت اكاونت او يسالك عن وظيفتها او كده. الاكزيال فيلمنت او ما يعرف بين قوسين بالاندو فلاجيلا هي تو جروبس اوف فايبرز originating from the two opposite ends وبالاوفرلاب هتتملل. دول بيكونتراكت يقوموا يخلوا مش موجودين غير في السبايروكيتس بس، السبايرال بكتيريا. الكونتراكشن بتاعهم يخلي البكتيريا تعمل حركتين. تخيل كده ان انا هكونتراكت الفايبرز دي، فالبكتيريا ايه؟ هتنضم قوي، يعني يحصل لها زي فليكشن او بيلدنج او اكستنشن، صح؟ ولانهم ماشيين الون الاكسس بتاع حاجه سبايرال فهيلفوا، فهتعمل روتيشن الون اللونجيتودنال اكسس بتاع الاورجانيزم. عشان كده السبايروكيتس تمشي كده، تمشي في حركه حلزونيه، تمشي كان في روتيشن اراوند ذا لونجيتودنال. عارفين الورق الحلزوني بتاع عيال الميلاد، ورق الزينه ده؟ هي السبايروكيتس عامله زي كده، وانت بتشوف لما الورق الحلزوني يتحرك كانه بيلف كده، فهي فعلا تبقى الحركه فيها روتيشن. تعال نشوف شكل الموضوع اهو. ده منظر الاورجانيزم سبايرال، واللي بالاحمر ده
اللي هو الفايبرز اللي ماشيه along longitudinal axis. فهم عباره عن زي ما بنوصف تو جروبس اوف فايبرز originating within the opposite ends of the cell وبي overlap in the middle وسيميلر في الاستراكشر للفلاجيلا. وعشان كده يسموهم ايضا اندو فلاجيلا. وظيفتهم ايه؟ موجودين في السبايروكيتس اللي هي السبايرال اورجانيزم وبيخلوا الاورجانيزم يروتيت اراوند اكس لونجيتودنال اكسس او يحصل له بيندنج واكستنشن يعني فريكشن واكستنشن. فدي بتبقى شكل الحركه بتاعه السبايروكيتس. المعلومه الاخيره اللي ظهرت دي بالاخضر فوق اونلي فاوند ان السبايروكيتس. هقول لك سؤال كيف ريجن هل السبايروكيتس ار موبايل اورجانيزم اور دو دي ار نون فلاجيليتد؟ اهم اجابه يس. الاسئله اللي كده بتيجي باسم عامل اورجانيزم ممكن، لكن ما تبقاش اسم اورجانيزم يعني بالتفصيل. ما اقولكش اسئله سنه دراسه في الامتحان نص السنه بالذات او في الامتحانات اللي هو القسم في الاول وانت لسه ما درستش بكتيريا ما اقولكش اسمها، لكن اقول لك اسم مجموعه عامه من البكتيريا كده. هل السبايروكيتس موبايل؟ بس ما تقوليش بقى ما خدناش السبايروكيتس لسه رغم ان ما عندهمش فلاجيلا، ما فيش حاجه خارجه منهم اهو. واضح؟ ده نظر لوجود الاندو فلاجيلا. على فكره انا يمكن قلت امبارح بس نسيت اقول اول امبارح ان يوجد في التصوير تحت ثلاث ورقات فيهم الاسئله النظري اللي بتاعت كيف ريزون بقى وكمبيوتر موجودين تحت في التصوير. انا قلت لا موجودين عند عبيد. لا ماشي لما تشعبيت القضية أنا متأوب لها وهي موجودة. هنروح للفندريا أو البيلاي وهنوصفها منها شورت انتروز برضو الدكتور اسمك رائد كان سأل سؤال ازاي تحت الالكترومايكروسكوب أميز بين الأكسيال فيلمنتس وبين الفلاجيلا. هو نفس القصة ازاي تحت الالكترومايكروسكوب هتميز بين الفيمبريا او البيلاي وبين الفلاجيلا، لانها برضو في النهاية اهي عبارة عن بروتين تيوبس extending او excite the cell wall. شورت تيوبس معمولة من بروتين. تعال نشوف كده الفروق اللي بينها وبين الفلاجيلا. هذا البروتين المرة دي مختلف عن بروتين الفلاجيلا وهيبقى اسمه بايلين. البروتين بتاع الفلاجيلا اسمه فلاجيلين، يعني وانا بص عليها بالالكترومايكروسكوب هقول انت بايلين ولا فلاجيلين. لو بايلين تبقى بيلاي تبقى فلاجيلين، لو فلاجيلين لا هلاقيها بقى فيزيكالي بالعين شورتر والتنر. ده الفرق الفيزيكالي اللي بشوفه بالميكروسكوب، لكن في دراسه الكيمياء هلاقيه بايلين ديفرنت امينو اسيد عن الفلاجيلين. طب يبقى انتجينيك ولا مش انتجينيك؟ البروتينز يوجوالي انتجين. يبقى البكتيريا ايضا عندها حاجه اسمها فيمبير انتجين انتجينيك واسمه فيمبير انتجين. مره ما ظلهوش برامز اوعى تقول لي اسمه اف انتجين عشان حرف الاف ده مهم جدا نعرفه دلوقتي. يوجد نوعين من الفيمبير. النوع اللي انا رسمه في الطاقي ده الشورت والثين وده موجود بجريت نمبر اول اراوند ذا وظيفته يمكن البكتيريا انها تأدهير للهوست سيرفيس، يعني يساعد البكتيريا يمكنها من البني ادم، هيمكنها من انها تعمل انفكشن. هيمكن انا بقول كده تعريف جيبس ساينتفك تيرم لهذه الجمله. فاكتور هيمكن البكتيريا من انها تستبلش نفسها وتعمل انفكشن. اذا الفكتوريا او البيلاي العاديه دي الشورت دي تعتبر وان اوف ذا فيرولنس فاكتورز. بص يا ولاد من دلوقتي عشان تبقى برود مايندد كده وتوسع المدارك وتوسع المعلومات. الفيرنس فاكتور يعني الفاكتور اللي يمكن البكتيريا انها تعمل ديزيز هيقع تحت عنوان من ثلاثه. ما هي البكتيريا عايز تعمل ديزيز هتعمل ايه؟ نمره واحد تكلبش فيك صح؟ يبقى اي فاكتور يساعد الادرنس يعتبر فيرنس فاكتور. نمره اثنين تاخد الجسم وتهرب من وسائل دفاعك. يبقى الفاكتورز الانتي فاجوسيتك اللي منها الكبسول مثلا. نمره ثلاثه لما توصل للتارجت وتحتفل بانتصارها وتبروديوس توكسين. يبقى دول ثلاث عوامل اعتبرهم الهيدنجز بتاعت يعني ايه كلمه فيرولنس فاكتورز. فاكتور يساعد الادهرنس، فاكتور يساعد الانفيجن، توكسين برودكشن. هذه
دي بشكل عام واضح؟ ايه الميزة؟ ليه الشورت فيمبريا او الشورت بيلار are considered one of the virulence factors؟ يعني هو ده كل الوظيفة بالظبط. لأنهم هيتنيبوس the organism to attach the host thus وبالتالي establishing تساعده على establishing the infection. ده قوي قوي كده. ده كمان ده السؤال ده طويل. احنا ممكن يجيب سؤالي يبقى رده كده حبتين. ما عندناش مشكلة بكده. ليه البيراي او الفيمبريا العادية دي تعتبر فيرنس فاكتور؟ لان وظيفتها انها بتساعد الاورجانيزم انه يأدهير او يأتاتش الهوست وبالتالي هيستبلش الانفكشن. تمام جميل. طيب بصوا بقى الرسمة اللي جاية. واحد من هذه الفيمبريا لقيناه موديفايد. بصوا كده هذه الفيمبريا اهي. الفيمبريا بتاعتها بقت موديفايد بقت طويلة. وغلط ودوافة. وتمكنها انها تاتاش برضه بس مش للهوست مش للبني ادم. لانظر بكتيريال سيل اهو. واحده من الفيمبريا اتحورت طولت اولا اتجوفت وبقت عباره عن لونج تيوب تمكن البكتيريا صاحبه هذه الفيمبريا انها تدهير بس لانظر بكتيريال سيل. زمان بقى لما شافوا المنظر ده افتكروا ايه؟ احنا دايما مايند في ايه؟ خليه وخليه ومسكين في بعض يبقى جواز. احنا اول حاجه بتيجي في ذهننا علاقه مش عارف ايه. وراحوا مسميين دوت ميل صاحبه الفيروس. والثانيه اللي اتمسكت بالفيروس في ميل وسموا الفيروس ده سكس بايلر. اهو الاسم موجود قدامك ده سكس بايلر. فيروس التزاوجي بس. افتكروا كده ان البكتيريا فيها ميل وفي ميل والتزاوج بينها بيتم بالشكل ده. لما بقى مع التقدم بقى وتعرف ان القصه دي مش قصه تزاوج ده عن طريق الفيروس دوت بيشتغل كانه تانل كانه نفق يعدي منه دي ان ايه ماتيريال من خليه لخليه. يبقى وظيفه الفيروس ده دلوقتي جين ترانسفير. فللأسف قدروا يصلحوا كلمة ميل وفي ميل. سموا دي دونر ودي ريسيبيان. أو سموا دي صاحبة الفيروس اف بلس اف بوزيتيف. عشان كده قلت لك ما تقولش على الفيمبر الأنجن اف أنجن. الرمز اف مستخدم في حاجة تانية أقوى يعني. يقولوا على الخلية اللي عندها السكس فيروس ده اف اف جاية من فيرتيليتي. يعني كأنها قصوى هي اللي بتعمل العملية دي. والثانيه يقول عليها اف نيجاتيف يعني ما كانش عندها هذا الفيروس. فيوجد ثلاث اسامي لكل خليه، الخليه صاحبه الفيروس اتسمت زمان مين؟ عدلنا الاسم الى دونر او يسموها اف بوزيتيف يعني صاحبه الفيروس يعني هي اللي فيرتايل هي اللي عندها الفيروس. الثانيه اتسمت زمان في ميل ولغينا الاسم ده عشان ما ينطبعش عند الناس اللي تبقى كده فتتكسر سيكشوال. اتسمت ريسيبيان او اتسمت اف نيجاتيف هي المستقبله اللي بتستقبل الحاجه اللي هتديها لها الدونر. ايه بقى الحاجه دي؟ تتبعنا القصه لقينا الحاجه دي عباره عن دي ان ايه ماتيريال. يعني هيحصل جين ترانسفير وهندرس القصه دي بالتفصيل في شابتر 5 أو 6. والعمليه هنسميها كونجوجيشن. هنسمي البروسيس دي كونجوجيشن الاقتران او التزاوج. شلنا للاسف مسميات كتيره كانت غلط بس الحاجه اللي ما قدروش يشيلوها كلمه سكس فيروس وكلمه تزاوج. ما زالت العمليه اسمها كونجوجيشن خلاص بقت حاجه استابليش وما زال الفيروس ده اسمه سكس فيروس. يبقى سكس فيروس هو سبيشاليزد او سبيشال لونج فيروس هو فرد واحد سنجل بيبقى انفولفد في عمليه الترانسفير والدي ان ايه من خليه لخليه يعني انفولفد في عمليه الكونجوجيشن. وهو السلايد ده قدامك كده عايز مقارنتين. المقارنه الاولى قارن بين الفيمبريا والفلاجيلا وده سؤال جه في الامتحان. قارن بين الفيمبريا البيلاي والفلاجيلا من حيث البروتين. نعم دي فلاجيلين ودي بايلين. جميل. رائد من حيث الطول والايه دي ثيكر ودي ثينر ودي لونجر ودي شورتر. يا عمر الفانكشنز
ديال اورجانوس موفمنت بنوعيه بوزيتيف ونيجاتيف كيموتاكسيس، ودي على حسب انت بتطالب منها قارب بين اني فيمبر. يعني اذا كانت الشورت فيمبر العاديه هتبقى اورجانوس ادهيرنت للهوست يعني فيرنس فاكتور، واذا كان السكس بايلس يبقى اورجان اوف ترانسفير اوف دي ان اي ماتيريال يعني اورجان اوف كونجوجيشن. حلو الكلام. امال المقارنه الثانيه تبقى بين مين ومين؟ قارب بين الشورت ديلاي والسكس بايلس، وعايزين اربع فروق. الكلمتين دول يطلعوا لنا اربع فروق. نعم. دي موجوده بجريد نمبر صح، ودي سنج. دي طبعا قلنا الراوند سير والسنج هتبقى طالعه من طرف واحد، طبعا مفيش مشكله. لحظه بس قبل دي الطول، الطول نسيتوها دي اسمها شورت وده موديفايد لونج اهي، فده فرق تاني اهو. يبقى دول مور نيومرس لكن دي سنج، او دول موجودين بجريد نمبر لكن دي سنج، ها دي شورت لكن دولت لونجر. ايه تاني بقى؟ الفانكشن اقسمها نصين، هما الاثنين بيمكنوا الخليه من الاتاشمنت، لكن اتاشمنت لمين؟ دي تمكن من الاتاشمنت تو ذا هوست سيرفيس او هوست سيلز، لكن دي تمكن من الاتاشمنت لانذر بكتيريال سيل. يوم الناتج بتاع الاتاشمنت ايه؟ انفكشن يعني فيرنس فاكتور، لكن الناتج هنا ترانسفير اوف دي ان ايه يعني كونجيجيشن. شفتوا قد ايه الباراجراف ده قصير وده قصير، ونطلع منهم كل الفروق ديت مهم جدا. ها يبقى لونجر وشورتر، او سوري شورت ولونج، نيومرس او جريت نمبر وسنجل، اورجان اوف ادرس تو ذا هوست، اورجان اوف ادرس تو انذر بكتيريال سيل. الناتج بتاع الادرس هنا انفكشن يعني فيرنس فاكتور، الناتج بتاع الادرس هنا جين ترانسفير يعني كونجيجيشن او تزاوج. اخر حاجه في هذا الشاب نشوف كده كام سؤال سريع. Which of the following structures will be used for attachment of bacterial cells to surfaces and other cells? نعم. Fimbria. هتختار نمرة ايه في الاجابه صح؟ نصيحتي دائما اوعى تتسرع. ليه بقى؟ بص جلايكوكينكس. مش لسه واخدين جلايكوكينكس بيساعد الادم؟ طب انت في امتحان بقى تختار ايه ولا بي ولا احنا لو مين يعتبر اي اجابه صح؟ هو مكمل سيل هول مالوش دعوه بالادرس، سيل من بريم مالوش دعوه بالادرس، الاقي اختيار يقول لي بوث ايه اند بي. عشان كده اوعى تستعجل في اجابتك. ليه بقى؟ واحد يقول لك طب ما انا قلت حاجه صح هاخد نص الدرجه. في تصحيح الام اس كيو ما عندناش انصاص، لان احنا بندخل على ماشين ومغذينها بالاجابه الصحيحه، والماشين ما بتعرفش تميز انك قلت نص صح. ما تستعجل يعني، الماشين هتعتبر الاجابه دي فبتقول ايه رغم انها صح هياخد صفر. بليز ما تتسرعش في اجابه الام اس كيو. احنا الام اس كيو اللي بستعرضها معاكم مش بس للمراجعه، عشان اقول لكم على ملحوظات بنشوفها كتير في الامتحان. اوعى تتسرع وتشوف جمله صح تكون صح وتسيب بقيه القرايه. ركزي يا بيران. All the following are true concerning the light except they mediate bacterial adherence. They may be involved in bacterial conjugation. نعم هما دول الوظيفتين حسب نوع البلاي. Their engine is called H engine. يبقى هي دي الجملة اللي احنا هنختارها كاكسبت. They are important difference factor. They are protein in nature. يبقى الإجابة C. Which of the following bacterial structures is most involved in adherence? Helicapsule, lipopolysaccharides, فيمبريا، فلاجيلا، اكسيال فيلمنتس. السؤال ده انا حاطه عشان اصلح معلومه. واحد لما يرجع للفانكشنز والكبسول يقول لي كان نمره 3 ادم، وانا صلحتها له قلت لك اثنين جلايكوكينز مش الكبسوله الحقيقيه نفسها. اكتب الملحوظه دي بليز، يعني الاسئله انت اللي بتحطها بعلمك حاجات، بذكر نفسي اقول لك ملحوظات بتيجي في الامتحان والطلبه احيانا بيقعوا فيها. في طالب هيختار الكبسول وهيخرج يدافع عن اختياره ويقول لي يا دكتور ما انتوا كاتبين الكبسول والريليتد ستراكشر بيعملوا اتاتشمنت، انا ذنبي ايه؟ معلش احنا اسفين، احنا كاتبين الكبسول والريليتد ستراكشر صحيح، ولما بنيجي للنقطه بتاعت الاتاتشمنت مكتوبه حتى باي فيت جلايكوكينكس. قال لك
اكتبها او زودها، البكتيريا في حته الكبسول مقصود بيها الجلايكوكيلكس مش الكبسول الحقيقيه، تصحيح لمعلومه احنا بنعتذر عنها. الاختيار هنا يبقى الفيمري. بس انا عايز اقول لك برضه عشان اطمنك، احنا مش متعسفين. احنا لما الطالب فعلا يقع في الخطا ده ونعتبر انه خطا مننا او من كتابنا او ان احنا ما وضحناش الامور، مش كل الناس خدوا الفرصه ان حد يصحح لهم المعلومه دي، في الحاله دي بنمشي الاجابتين صح. بتقول لي بتعملوا ايه مع الماشين؟ بقول لك بنروح بعد ما تصلح نعملها مانيوال، نزود نص لكل اللي كتب الكبسول. يعني اطمن دايما حقك محفوظ. Each of the following statements concerning the surface structure of bacteria is correct except. عايزين جملة غلط يا ولاد. البلاي هيلب اتاتشمنت اوف بكتيريا تو ميوكوزال سيرفيس. نعم. البوليساكرايد كبسول انهبيت فاجوسايتوز. نعم. بوز جرام نيجاتيف بس البلاي ركز في الجملة دي. اند كوكاي ابلاي بوليساكرايد اللي هو بين قوسين اندوتوكسين اند سيل وول. جرام نيجاتيف بس اللي هو اند كوكاي عندهم اندوتوكسين السين وول بتاعهم. اللي جاوب السؤال ده مرض جابوه زي ما عمر قالك لا في النيجاتيف بس. طب ما هو الاثنين نيجاتيف. انا غيرت لك الشكل مش الاستيت. بص جرام نيجاتيف ايه؟ شفت التريك اللي هنا؟ بس اللاي اند كوكاي فالطالب اللي بيقرا احيانا يفتكر ايه؟ جرام نيجاتيف وبوستيف. انا بتكسب البوستيف. انا بقول لك دول جرام نيجاتيف بس اللاي ماشي جرام نيجاتيف كوكاي. شيل بس اللاي وكوكاي تبقى بوز اي جرام نيجاتيف بكتيريا عندهم اندوتوكسين؟ نعم. ايه؟ ده نعم يبقى مش دي الاجابه. بكتيريا الفلاجيل ار نون انتيجينيك. فنصيحتي دائما في الام سي كيو حتى لو في جمله انت ظنيت انها الاجابه كمل لانك هتلاقي جمل يمكن تكون اوضح وتخليك توصل للاجابه المطلوبه. بكتيريا الفلاجيلا ار انتيجينيك لكن هم هنا بيقول لي نون انتيجينيك يبقى الاجابه هتبقى دي. هنروح لاخر حاجه في هذا الشابتر لكن مش في حصتنا. لسه الحصه طويله بقى. بسم الله. لا البكتيريا السبور. لا لا ماذا لو تعرضت لانفيفرابل كونديشن الكلمه اللي عدت علينا من شويه
ما هي الانفيفرابل كونديشن بالنسبه للبكتيريا؟ في الشابتر اللي جاي هتعرف ان البكتيريا ملهاش متطلبات كتير زي البني ادمين. البكتيريا عايزه تاكل، عايزه نيوتريف، عايزه جو فيه هواء اكسجين، او بعضهم مش عايز اكسجين براحته، يعني في اكسجين ريكويرمنت، عايزه شويه مثلا كربون دايوكسيد، شويه بي اتش مناسبه، حراره مناسبه، ومشكلين. ماذا لو حاجه من دول، لو الجو بالنسبه لها بدل البي اتش ما تبقى نيوترال بقت اسيديك او الكالاين، الحراره بدل ما هي اوبتيمم 37 40 بقت 80، بقت غليان، بقت 100. ماذا لو الحراره عالية؟ ماشي. ماذا لو ما لقيتش اكل؟ ماذا لو بدل الرطوبه لقيت درايس؟ يبقى دي انفيفرابل انفايرمنتال كونديشن، ودايما تحصل خارج جسم البني ادم. الطبيعي لو البكتيريا دي لقت انفيفرابل كونديشن انها تموت على طول، هتموت خلاص. الا اذا، ودي احدى نعم ربنا علينا، الا اذا كانت بتقدر تعمل سبورز. لو ما بتقدرش تعمل سبورز يبقى الله يرحمها بقى خلاص خلص. طب لو بتعمل سبورز، بص بقى طريقه تكوين السبور. ادي السبور يفضل زي ما هو. السيتوبلازميك ممبرين كان في حاجه اسمها الميزوزوم، فاكرين؟ تقوم الميزوزوم تبدا تجرول الداخل عشان تقسم الخليه الى تو ان ايكوال، لو ايكوال في حد الديفيشن، تو ان ايكوال بارتس، جزء صغير تروح واخده فيه النيوكليير ماتيريال النيوكليويد وشويه سيتوبلازم بما يحتوي من رايبوزومز و اسينشال كومبوننتس، ويكتمل الجروس للداخل لحد ما يقابلوا بعض، يبقى الخليه اتقسمت جزئين، جزء صغير فيه الحاجات المهمه وجزء كبير فيه الباقي اللي مش مهم. طب الظروف امتدت وفضلت الظروف انفيفرابل، تقوم تحط حوالين الجزء المهم دوت طبقتين، ها كورتكس، ها وكور. دايما متعودين الكورتكس بيبقى في الخارج لما يكون اللي جوه اسمها مضله، لكن هنا طالما اللي بره اسمه كوت يبقى اللي جوه هو اللي اسمه كورتكس. طبقتين ناشفين قوي امبرميبل ما بيعدوش حاجه، طبقه اسمها كورتكس واللي براها اسمها كوت، يمكن يكونوا رفيعين لكن الخامه اللي معمولين منهم فيها كالسيوم عامله زي الجير زي الحجر زي الطوب، فهيبقوا هارد لايرز بروتكت الاسينشال كومبوننتس دي. طب استمرت الظروف الانفيفرابل، بقيه الخليه يقع، يعني الجزء اللي ملوش لازمه ده يقع، وتتبقى السبور بس عامله كانها زي البذره بتاعت النبات، الحوصله بس هي اللي بتتبقى في التربه في الطبيعه. لو الظروف اتحسنت هتنبايب ميه، تشرب ميه وتكسر الكورتكس والكود وتخرج منهم بكتيريا، بكتيريا جديده اهي. العمليه بتاعت ان البكتيريا تتحور من شكل فيجيتيتيف الى انها تبقى سبور اسمها سبوريوليشن، لكن انها تتحول من سبور لفيجيتيتيف مره ثانيه اسمها جيرمينيشن. كانت دي فيجيتيتيف بكتيريا، بكتيريا منعمه اتعرضت لظروف انفيفرابل عملت سبور، في العمليه دي كده اسمها سبوريوليشن. لكن لما تلاقي جو كويس وميه تنبايب ميه وتفرقع الكوتس والكورتكس وتخرج بكتيريا كده اسمها فيجيتيشن، انها رجعت فيجيتيتيف تاني، او جيرمينيشن. اوكي، تخيلوا ان كل البكتيريا اللي ربنا خلقها بيعرفوا يعملوا سبور، ما كناش عرفنا نتخلص من البكتيريا. كل ما تيجي تحارب بكتيريا تتحوصل، ولما انت خلاص تزهق وتمشي ترجع فيجيتيتيف تاني، مش كده ولا ايه؟ لكن نعمه ربنا علينا ان مفيش في حياتنا العمليه بكتيريا بيقدروا يعملوا سبورز غير هم عايزين بس. سبحان الله، وليه دايما زي ما قلت لك الحصه اللي فاتت يعني ده فلسفتي او اعتقادي الشخصي، ان دايما ربنا بيخلق لنا اكسبشنز عشان نتعلم منها، او عشان برضه نعرف نعم ربنا علينا ان احنا مش عارفين نحصيها. يعني انت معانا هتتعلم نعم كتير قوي، ده انا حوراك، لان لما تعرف ان في نعمه تستوجب الشكر، مش كده ولا ايه؟ انت وانت مش عارفها خلاص تايه، محدش هيحاسبك. لكن لما تعرف نعمة نعم ربنا علينا تستغل انك يعني تعمل حاجة من نعم ربنا علينا اللي بعيد عنك خالص، بعيد عن دماغك، ان ربنا لما يخلق ان دي بكتيريا بتعرف تعمل سبور، يخلي هم القليل منهم اللي بيعمل سبور. ان لو كلهم بيعملوا سبورز
كان زمان اللي قاعد بدلكم كده في الحصه بكتيري، كانوا قاعدين يشرحوا ازاي نتخلص من الشعب البلدي اللي قاعدين مره دي. صحيح، ما انت كنت هتتخلص منهم ازاي كده؟ ايه بتلاقي الاستاذ بتاع بكتيري واقف يشرح لهم لهم في كام بني ادم بره مدايرينا ازاي نعمل لهم السيرفيزيشن والانفكشن ولا يخلص كده؟ ايه اللي بيقول كده؟ اللي اشتغل على الاي تي اس ريبوزوم ما اشتغلش على السي ام تي اس، كان عكس القصه. نعم هنحكي كله ثواني. حاضر ثواني. المعلومات اللي قلناها تعالى نسترجعها بسرعه. تعريف السبور يا شباب، هايلي تعريف السبور، تعريف السبور هايلي ريزيستنت ريستنج فورم او ستيج، يعني كأنه مرحله من مراحل بعض البكتيريا. هايلي ريزيستنت ريستنج فورم او ستيج اوف بكتيريا. تقوم تقول انا مش فاهم الديفينيشن ده، اقوم افسره لك اهو. بقول لك هايلي ريزيستنت يعني هتريزيست الانفيفرابل كونديشنز اللي دائما هتبقى موجوده. ايه بقى الكلمه الثانيه اللي قلت لك هتجيلنا ايه؟ ان فيترو جسم البني ادم منتهى الفيفرابل كونديشن للبكتيريا. يبقى المعنى بتاع هايلي ريزيستنت انها تقدر تريزيست الانفيفرابل الحراره العاليه والجفاف والكسر. طب وريستنج فورم يعني ايه؟ يعني اللي قاعد جوه الحوصله ده مفيش ميتابوليزم، يعني الاورجانيزم قاعد كامل دورمنت، مفيش جروس، مفيش ريبرودكشن، يعني البكتيريا داز نوت جرو اور ريبروديوس. ها وبتوري حاله من ابسوليوت دورمنسي، يعني مفيش ميتابوليزم خالص. ها حاله كومون زي ما بيقولوا كامنه يعني. مين هم السبور فورمينج بكتيريا؟ هنقول لك انهم عيلتين بس، لو من دلوقتي عرفت انهم عيلتين بس اوكي. يعني لو عايز بس عشان تبقى معلومه مؤكده عندك، عيله اسمها عيله الباسيلوس وعيلة اسمها عيلة الكوليستريجيا. مش هنلزمك بحفظ الأسامي، ما زلنا عند عهدنا. في عيلتين هما بس اللي بيعرفوا يعملوا سبورز، عيلة اسمها باسيلوس وعيلة اسمها كوليستريجيا. أقول لك ملحوظة بس، الباسيلوس دي اللي قلنا من شوية اكسبشن آخر، الوحيدة اللي الكبسول بتاعتها بولي بكتيريا. فأنت بعضكم ممكن يقول إيه ده؟ تعالى يعني العيلة دي الباسيلوس ده بيعمل كبسول وبيعمل سبورز؟ نعم. لما اجي ادرس الباسيلوس في فوليوم 2 العيله دي هقول لك هذا الاورجانيزم يجمع بين النقيضين، منهم النقيضين، وبيعمل كبسول وسبور. طب ليه هما النقيضين؟ ما يجتمعوش في وقت واحد. وهو جوه الجسم يعمل كبسول ان فيترو، لو الظروف بره الجسم وحشه يعمل سبورز ان فيترو. شفت المثال؟ رغم اني مش عايزك تحفظه لكن عرفك فرق مهم بين الكبسول والسبور. مره جيت الامتحان في نص السنه وقال لك اذكر فرقين بس بين الكبسول وبين السبور. اول فرق اهو مكان التكوين. تتكون الكبسول فين؟ البيبو، يعني داخل جسم الهوست، لكن السبور بتتكون ان فيترو حيث الظروف انفيترو. وثاني فرق الوظائف، ده بيساعد، ده فيرنس فاكتور وبيحمي من كذا، لكن دوت بيساعد الاورجانيزم انه يريزيست الانفيفرابل كونديشن. وفي فروق كتير هتعرفها دلوقتي اهو. يلا عمليه السبوريليشن شرحناها، اللي هي العمليه اللي فيها سنجل فيجيتيتف، كلمه فيجيتيتف جات لك اهي، سنجل فيجيتيتف بكتيريا تتخلى عن معظم الكومبوننتس بتاعتها وتحتفظ بالحاجات الاسينشال بس، ها وتحولهم بكورتكس وكود فيري تاف عشان تتحولوا تبقى سبور. يا ترى الفيجيتيف بكتيريا بتدي كام سبور؟ بالعدد 1 فيجيتيف بتدي كام سبور؟ بتدي سنجل سبور. طب والسنجل سبور لما تيجي تشيرمينيت بتدي كام بكتيريا؟ 1 فيجيتيف، صح؟ يبقى هل العمليه دي عمليه ريبليكيشن؟ لا. انتوا اخدتوا في البيولوجي في مناهج ثانوي والاي جي ان السبوريوليشن قد تكون وسيله ريبليكيشن، وخصوصا في الفانجس. هفكركم اهو، في فانجس يبقى عباره عن فيلمنت ويعمل سبور ساك كده في الاخر ويكون سبورز، وبعدين السبور ساك يفرقع وكل سبور تدي فيلمنت جديد، يقوم يقول عليها السبوريليشن وسيله ريبليكيشن في الفانجس، عشان 1 فيلمنت بتدي 100 فيلمنت. في سؤال مره قلت لك ها دي بريزن،
هو ليه السبوريوليشن في البكتيريا ما هياش وسيلة ريبليكيشن زي الفنجس؟ اهي الإجابة قدامك مرسومة، لأن السنجل فيجيتيتي البكتيريا بتدي سنجل سبور ساعد السبوريوليشن، والسنجل سبور بتدي سنجل فيجيتيتي البكتيريا ساعد الجيرمينيشن أو الفيجيتيشن. عملية الجيرمينيشن أو الفيجيتيشن هي العملية العكسية، السبور هتنفايب ووتر وهتتفاعل على الكورتكس والكود وهتضرب سنجل بكتيريا سيل. أول سؤال أهو يا أولاد، جيب ريزن. لا جيب ريزن يا أولاد، ليه البكتيريا سبوريليشن is not a method of replication؟ أهو الإجابة، لأن سنجل بكتيريا سيل بتدي سنجل سبور أثناء السبوريليشن، والسنجل سبور بتدي سنجل فيجيتيتي البكتيريا أثناء عملية الجيرميليشن. يا شباب يحميها من الانفيبرا بالكونديشن، نعم، ولما ظروف تتحسن تجربه الكورتكس والجود هتشوف حاله ثانيه. يا بص يا اولاد، ها الفيابيليتي بقى والريزيستنس بتاعت السبور تعرفكم هي اتكونت ليه. بصوا كده، The spores are highly resistant to disinfectants، المطهرات اللي بنستخدمها، والدراين لو الجو جاف، والهيتنج ما بتموتش بالبويلنج، تخيل الغليان ما يمولش السبور. هتعرفوا هنمولها ازاي دلوقتي، بس تعالوا نعرف هو الماركت ريزيستنس دي كونها بقت فيري ريزيستنت للانفيبرابل كونديشن جت منين؟ بص كده الاجابه، الهاي كونتنت اوف كالسيوم اند داي ديفورينيك اسيد في الكورتكس والكود. الخامه اللي هي حطيتها في الكورتكس والكود، يعني يارا تقول لك هم الطبقتين دول بس اللي فرقوا، عشان هي حطت فيهم خامه عامله زي الحجر زي الجير، لا تتاثر لا بغليان ولا بحراره ولا تفرق معاها حاجه. فيبقى الهاي كونتنت اوف كالسيوم اند داي ديفورينيك اسيد هيخلوها تريزيست الهيت، ثيرمال ريزيستنس، ادي واحد. اثنين، ده امبرميابيليتي، الكورتكس والكود ما ينفذوش حاجه، يبقى هترش عليها مواد ديسنفكتنت ومطهرات، ديتول مش عارف ايه، فينيك، ترش اللي انت عايزاه. مفيش حاجه هتديفيوز وتخش من الامبرميابل كورتكس والكود، وبالتالي هيفضل الفايبل كومبوننتس اللي موجودين جوه عايشين زي ما هم. ادي اثنين، ثلاثه، دير لو كونتنت اوف ووتر، ثواني من الشمس. لو كونتنت اوف ووتر، هم تخلوا عن معظم السيتوبلازم واخدوا كميه صغيره جدا. طب هو لما يبقى اورجانيزم جواه لو كونتنت اوف ووتر ده يخليه مور ريزيستنت، ولا العكس المفروض؟ ده انا متخيل ان لو كونتنت اوف ووتر دي يعني ما فاضل له زقه كده ويموت، مش كده ليه؟ مش المعنى قد يكون معكوس في دماغك؟